أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العوام يقولون عند إرادة شيء كقدوم ضيف لإكرامه يقول علي الحرام أن تأكل أو علي الطلاق، هل هذا حلف وما هو التفصيل في ذلك؟ هذا حلف، نعم هذا حلف، ولا يجوز الكلام هذا. لا تقول علي الحرام علي الطلاق، لا تقول كذا، تحرج نفسك. نعم.